عادي كلهم بدهم يخونوا يعني شو عادي. كنتي بعلاقة مع حدا؟ ايه. ما في مصاري كان كتير حمار يعني انا فيني ارتبط بشخص معه مصاري تمام، هو بيحب علي بيرتبط بيطلع بفوت كذا بخون خوني قبلاني المهم حلو. الله 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 الله. اذا كان حلاوه لا صارت اغراءات قويه يعني انه مرحبا. دائما بنشوف على الفيس بوستات انه هو بيحبها بس اجا ابن خالتها من الخليج تقدم له واخذته. اليوم حنسال عالم عن هالظاهره، اذا كنتي بتحبي شاب وبيحبك بس فقير واجا شاب غني تقدم لك، بتاخذي الفقير ولا بتاخذي الغني ولا بنشوف غني؟ الغني هيك فورا. وانت الغني؟ لا بحسه فاضي ورب السهر ورب المقاطع وعلى ممكن اذا بنختاره اذا حسن احواله دايه بس ضاجو. اذا ممكن نختاره اذا حسن من احواله او صارت احواله منيحه اذا يعني بيقدر يمكن يحسن من أحواله. اكيد محتولي للي تقدم لك انطور لشوف اذا تحسن احواله هذا اكيد. نقي واحد منهم بس غني. ليش نقيتوا الغني مو اللي بتحبوه؟ عشان يعني حياه حلوه يعني مريحه. بركي ما كانت مريحه. هلا في وحده قالت بجوز يخون اي معنى بس واحد يعني بيكون يخونك يعني. هو في مصاري احسن ما يخونك ماما مصاري يخونه يعني ما في شب ما بيخون عادي يعني حتى لو بيحبك بده يخونه اجباري يعني مو كلهم بيخونوا لا مو كلهم قد ايه النسبه قليله يعني 50% قليله 50% العمى اذا كثير قد ايه 40% دبريه شوي هيك اقل طيب يلا 30% 30% ليش اخترت اللي معه مصاري عن اللي بتحبي لا انا ما اخترت اللي معه مصاري انا اخترت الاخلاق اذا اخلاقه منيحه ومعه مصاري هلا نحن ما جبنا سيره الاخلاق قلنا المصاري الا اذا معتبره المصاري هي الاخلاق لا اهم شيء الاخلاق لا يعني الفقير اكيد قد ما راح واجا ما راح يخلص هلا بجوز تحسن اموره بجوز لا خلص انت ما حتحسن لانه ما راح تحسن مستحيل تحسن ليه بلكي الواحد اشتغل وتعب شو بده يشتغل شو بده يشتغل تمام شلون بده يشتغل عمل قناه يوتيوب هيك الله رزقك هي افضل شغله صار يحكي عن قصتكم وانشهر على حسابك طلع مصاري ان شاء الله عم راح اللي تجوزتي طلع لا ما بيطلع شو بده يطلع يعني مو بده يخونه ايه وزا يخون يعني عادي وحده احلى منك وطلع عادي كلهم بدهم يخونوا يعني شو عادي مو شرط قد ايه نسبه اللي بيخونوا ما بعرف لا لا مو قلال طبعا لا اكثر من 30% ايه ممكن في يعني ما بيطلعوا 5% يا الله سكتي مين ما بيخونوا اللي ما بيخونوا 5% شو حاطه حطاطه علينا رفيقتك شو القصه هي هاي عندك على انت راس الفتنه لا ما دخلني انا نظراتك باين هيك عم تزوريه لا ما عم بزوره لا اكيد معه مصاري يعني لانه هو حيجيب لي السعاده هل حيجيب معناه السعاده والمصاري الله بنت جيب لي اقوال مصاري تصنع الحب بس لانه هي المصاري هي يعني شو بدي اقول لك اذا ما كان في حب بصير في حب بيناتهم عرفت من المصاري مو بس يعني انه ممكن انه كل هالقد يعني يغريني بمصاري وكذا وهيك اذا كان منيح ليش لا مثل جوابه هي بتاخذ اقوالي عرفت انت هي بتوجهك انه اعملي هيك ساوي هيك هي بتاخذ اقوالي واللي بحبك وبتحبي لا طبعا ضرب السلم انا ماني مرتبطه الحمد لله لك اذا هو ما رح يصير هيك شيء على فكره انا راغيه من حياتي فكره الارتباط كلياتنا هيك منو لا لا اكيد انا احلى والله احلى الله الله راح الحج احلى 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 والله يعني من عزم الخرطه تبعك طار الحج لا لا ليك هي ليك هي يعني هلا كلمه ثانيه بتلاقي هالشيء علينا لا طول بالك ندرج كنتي بعلاقه مع حدا ما في مصاري كان كثير حمار صراحه هو كان كثير حمار ايه هلا اجينا على الزبده ايه هو كان كثير حمار صراحه شو كنت تغني له لا بحبك يا حمار غني له يا هلا قولي اذا جابني والله يبضى هو ايه يعني هو حمار يعني ما قدر نعمل ايه نعم اذا الشخص كان منيح وهيك اذا الشخص اذا كنت تحبه عن جد وهيك ومنيح تستنى يعني عادي لو مع مصاري 10 سنين لا مو هيك يعني بحسب يعني اذا بحبه ايه بستنى انا وضعه مو منيح بستنى عادي يعني ما في منيح بالمره يعني ابدا عادي شو زبالك من الاخر من الاخر يعني على الخبزه والبصله لا بتعمل كل شيء المصاري اكيد شو الشغلات اللي ما بتعملها المصاري إيه؟ اكيد المصاري ما بتشتري كل شيء يعني بتشتري الواحد او شيء اكيد تمام يعني. اكيد او بتشتري شعور او بتشتري شيء او بتشتري شاورما شاور كباب او ماي جاد سياره بتشتري على قلب استراحه هذا كله بتشتري المصاري بيت حلو بيت حلو اخ كل احلام البنات بيت حلو سياره كل يعني كل البنت انه يكون عندها انه هيك حب شو بيشتري من هدول اكيد الحب بيشتري المصاري بس عم اقول لك انه المصاري بتجلب السعاده الحب حقه نص فرنك
هلا انا دارس بكالوريا علمي، بعرف بهدول الشيء، بعمل لك درس قوميه. شو دخل بكالوريا العلمي بدرس القوميه بالحب والمصاري يعني بنيودو؟ انه الحب ما بينشرب مصاري طبعا، بس انه المصاري هي بتجلب يعني انت عم تقولي لي الملوخيه طيبه بامريكا؟ لا، انه بتجلب السعاده، هي بتجلب يعني قد ما كان انه الشخص ما بيحب، يعني لا مثلا قد ما كنت ما بحب الشخص تمام، اذا هو عم بيعاملني كثير منيح، عم يجيب لي اللي بدي وكل شيء وكل شيء، ايش ما احبه يعني؟ ليش ما احبه؟ وهداك والله ليش ما تحبي انت ولي من حاله؟ اي والله بكرهه يعني، شو وعم يتقدم لي كثير مثلا استنى ويقول لي مثلا انا والله من حالي، اكيد حيقول لي هالكلمه. يعني هلا انت اذا بتقدمت لك بنت، انا بدي اتقدم لي بنت انا بس هيك انه اذا انت اجتك بنت قربي ليش عم تروحي لهوني؟ انت اذا اجتك بنت يعني وضع منيح وكذا، وانت هي اللي بتحبها. احنا ما بنطلع على الوضع، لا اله الا الله، خلص بلا المسابقة. عشان نحن ما اول شيء ما احتقدم لي بنت، ثاني شيء ما احتطلع على وضع المادة. لك بنت، لا اله خربطنا يعني. اذا انت كنت بنتك اصلا. انه بنت بتحبك، عبرت لك عن شعورك، وهي وضع منيح مناسب واكابر وكل شيء وهيك، وانت بتحب بنت. ووضع يعني عادي يعني وماشي حاله وهيك. انا باخذ الضرب صراحة. انت وضع لا حب لا مصاري ولا اكلة للاخر. هيك فيها وجهة نظر. طيب اذا هذا الفقير كان حلاوة. اللي ماما مصاري لا هداك مو حلو، لا اصلا المصاري بيعمل عمليات تجميل زاويك حلو بيضحكك مثل هذا ابو هشيم. لك ان شاء الله قلت لك انه هي المصاري بتعمل كل يعني تعمل كل شيء، تعمل كل شيء، بتجيب استعاله تعمل شكله للبني حتى ايه يعني لاحظ انا بصير مرتب وقت يكون مع مصاري بصير اكابر بصير كل شيء. خلص مصاري بس ايه مصاري اكيد بس يعني. بلا حب بلا هاي، بلا حب بلا مسخره بلا شيء. هلا هو اذا انا كنت مرتبطه مع شخص تمام، هي هو قدرته انه يجي يطلب ايدي تمام، انه حتى لو كان ما فيرني يسكنك فيها كذا مع احلى عادي، بس انه المهم انه نكون نحب بعض تمام، بس انه يعني الحب ما بيجي مع المصاري يعني. هلا انا فيني ارتبط بشخص معه مصاري تمام، هو بيحب علي بيرتبط بيطلع بفوت كذا بخون، اما ذاك انه تكوني بتحبيه ويحبك تكون ايه واثقه انه ما رح يحسن يحبك. ليش ما معه مصاري يخونه؟ ايه صح هيك انت عم تقولي ما حيحسن يحبك. ايه مو لانه بيحبك ما حيحبك، ايه هو لانه المصاري ما بتصنع الحب. مين اهم، حب ولا المصاري؟ لا الحب. كيف بدك تعيشي حياتك اذا ما في مصاري؟ عادي انه بيشتغل وهيك انه بنمشي امورنا، بس انه بلكي ما مشيت امورك وقتها هو بكون ما بيعرف يعني يعني ما في حدا ما بيحسن يشتغل، والشغل معبي الدنيا معبي الدنيا الشغل معبي الدنيا. ليش تشتغل؟ بتروح في شغل. طب روقي بس شوي شوي بعدت كثير حمستني انت كثير. روقي نرجع لحديث دوجي هلا انه يعني مليان شغل. لا دوجي هيك انفعل. انا مليان شغل يعني هو لك الدوجي هيك نويا انا دوجي بدون ما اضحكي. اوكي انا مليان شغل يعني اذا هو بده يحط بباله انه يشتغل انه بده ياخذ بالحلال ولك حرام فاذا ياخذ بالحلال هو حاط بباله انه ياخذ بالحلال الحيوان انت كثير دشتي. فاذا حاطط بباله انه ياخذ بالحلال فبيشتغل بيأمن حاله فمضر المصاري. انا عندي قناعه انه الحب وممكن بعدين تجي المصاري، وان ما اجى بتجي عادي. ما عندي مش هو ما بعرف ان يشتغل ولا ما عارف يشتغل بكون ما بيعرف يشتغل. انه الواحد فينا يجيب مصاري تروح بتاخذي الغني قطع بيت يعطيك العافيه. شكرا. لا اكيد الفقير. لا لاني بحبه. كيف بدك تعيشي معه؟ واذا المصاري بتجي بعدين بركي ما اجى. معلش الحب يكفي. هلا انتو كل البنات بتقولوا هيك بتعملوا بالعكس. لا لا انا ما رح هيك بيقولوا على الفيس انه اجا ابن خالته من الخليج اجا حدا من الخليج. لا انا هيك موقفي ثابت. تعيشي معه بنو لا ما مشكله. المصاري شو بتعمل؟ بسمعه بس. بس سمعه؟ اي انه هذا معه مصاري. اي يا سمعه وسمعه بتعمل لك انه علاقات وهيك مصاري بيت حلو سياره هي السمعة كذا. هي سمعه بتعمل لك مثلا هي البنت معها مصاري بتلبس منيح بتجيب كل شيء المصاري مو بس سمعة. لا شو بتجيب بني ادمي غير الخاص. ايه الرخاص بتجيبه انواع لك. لا المصاري بس بتجيب البني ادمين الرخاص. ايه اكيد ملياردير. ملياردير دغري هيك وانت ملياردير كمان. ليه؟ لانه هلا هذا الشيء الماشي بالبلد يعني هيك الوضع بده. هي موضه يعني ولا كيف؟ لا بس هيك الوضع بده يعني. شو بده؟ بده فلوس. معك فلوس؟ بتسوى لك مو مشان هيك يعني شلون بدنا نعيش يعني بحبه شو استفدت من الحب؟ ما بيطعمي خبز طبعا. هاي بكل صراحه. ايه الوضع هيك بده مصاري وبس. يعني بتنسيه فورا بس شوف المصاري. ايه لا ما بنسى بحبه بس يعني مو قدراني عايشني العيشه اللي انا بدي اياها. شو العيشه اللي بدك اياها؟ ضروري خمس نجوم ولا وسط؟ لك لا بس انه اقل شيء عايشني مثل معايشه عند اهلي يعني. ايه اقل شيء تكون العيشه وسط.
ايه. طب عيشة وسط ولا مليارده؟ اذا بحبه ولا لا. لا بتحبي تبع عيشة الوسط؟ بجوز ايه. المليارده. انت طماعة ولا هي؟ انا. لا انا برضه اذا بحبه. اذا الملياردير كتير حلو. لا هيك صار كتير صعب. خلص لا برضه. بمين؟ بالحلو. بالحلو. يعني حلو مصاري اقوى من الحب. اقوى من الحب. شو بدنا نكذب على بعض؟ طب ما حيخونك هذا الحلو اللي معه. خوني قبلاني المهم حلو. مثل ما بيقولوا انه اكل عسل وقصر وموت بكبات اجار. نحن عندنا غير مثل ما حدا انه اكل عسل انا والعالم احسن ما اكل هوا لحالي. هي مو هوا. عن جد؟ هي مو هوا. انا بريت مسؤولي. لا نيتنا معطله الا شوي. قلتي لي معك وحده دبه وينها؟ راحت بس ما بدها تجي. ليه؟ ما بعرف. سؤال فني يا آية. إذا أنت كنتي بتحبي شاب وبيحبك بس إمكانياته مو منيحة، وإجا شاب إمكانياته منيحة. شاب إمكانياته مو منيحة. تختاري؟ ممكن، إذا كنت أنا كثير بحبه يعني إيه ممكن. والزهداك إمكانياته كثير كمان، يعني معه مصاري قد ما بتحبي لهدا. لا. ما بتختاري؟ اعطيني البالون العافية. مين جاب لك هذا البالون؟ أنا. حلو هيك لعبة إلي؟ إيه. يعني هو بالنهايه يعني ممكن انه اذا انجبرت على هدلاك حاول انه انسى هدلاك وحب هاد لانه بالنهايه هاد مصيره واقع يعني بيصير. شو الاهم يعني المصاري ولا الحب؟ لا الحب اكيد. خليني طقله البالون. ماشي اوكي. شو مين اهم؟ سي شو عم تقولي؟ الحب اكيد. كنت عم بلعب. الحب اهم من المصاري. الحب اهم من المصاري لان ممكن اذا انت حبيت هذا الشخص وتساندت معاه ممكن انت تجيب مصاري يعني. بس اما انه انت تعيش مع شخص معاه مصاري وانت ما بتحبه فانه هي بلكي حبيتي للي معه مصاري وهداك اخذتيه وما صار معه مصاري. لا هلا ممكن ما فيك احتمال اذا مثلا حبيت الشخص اللي معه مصاري ونسيت هدلاك ممكن اتاقلم يعني وخلي هدلاك ماضي جميل. يعني مين بتنقي بالنهاية؟ الحب. معني ضد فكرة الزواج. حاسك عم بتكذبي. لا والله. بدك مصاري. لا والله. حلفتي بي الله. واللي بيحلف يمين كاذب. الله 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 الله. بس هذا اللي حافظته سكوا باب الحارة. يا رجال. هلا اذا كنت بحبه ما عندي مشكلة. واذا اللي تقدم لك كتير معه مصاري. هلا لا اذا ما بحبه ما بيتهمني المصاري ابدا. ابدا. ولا بأي شكل. عم تكذبي وانت؟ كمان اذا كنت بحبه ما عندي. كمان عم تكذبي؟ هلا انا متجوزه. هي متجوزه. شي. لا 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 ما بتكذبي اذا هيك. وهيك. انت شو اخترتي؟ حب؟ طبعا. يعني مو خطبتها لو كذا. ما حناخذ ونعطي معك كثير حنسألها لا. ليش بتختاري الحب مو المصاري؟ هلا المصاري بتجي وبتروح ونحن بنجيب المصاري. حب ما بيجي بروح. نتعب منأسس سوا بنجيب المصاري سوا. بركي ما اجى. لا رح يجي. بركي ما اجى. يعني في عالم تعيش وضع مو منيح بتموت وضع مو منيح. فعادي نو بروبلم. بس سؤال تخيلي كوني انت وياه قاعدين هيك عايفين حالكم ولا تكوني مع واحد غيره قصر سيارات كذا. لا 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 ابدا. ابدا. مستحيل اقتنع. لا. بكره بعد 30 سنه بشوف فيها المقابله لا تسبي على حالك. لا ما رح سب. بحاول معه الشاب معه مصاري انه يحسن وضعه عشان اخذ. ما تحسن وضعه. بضل على نفس الشخص. ما بتختاري اللي معه مصاري انت؟ طبعا بضل على نفس الشخص لانه المصاري مو كل شيء بالحياه. هاي الجمله كل البنات عم بيقولوها. شو بتعمل لك على المصاري؟ بتعمل كثير شغلات بس ما بتجيب الحب. شو الشغلات اللي بتعملها؟ كثير كل شيء فيه بتعمله. كل شيء. الا الحب ما فيك تجيبه. حب شو فينا يعمل؟ ها كثير فيه يعمل مثلا. يعني جوعانه بتقولي يا حب جيب لي مثلا شاور. مو لهالدرجه يعني. اما جوعانه هاي مصاري يعني بدي شاور. أنا بس كمان يعني انت عايش مع شخص ما بتحس شيء تجاهه ما بتحبه، شو من هالعيشه كلها؟ حسي تجاه مصرياته. مصرياته اذا انا ما كنت مرتاحه نفسيتي معه، شو اعمل؟ يعني مثلا انه الشخص هذا اللي اخذته بحبه وما اخذت اللي ما معه مصاري، بنصير انا وياه مع بعض نحسن وضع بعض. عم بتقول انه المصاري بتعمل كل شيء. هلا صح المصاري بتعمل كل شيء. والحب شو بيعمل؟ الحب بين شخصين بس انه يعني شو بيعمل؟ بيقولوا لك انه الحب ما بتعمل شيء. حاج انك انت قاعد مع شخص بتحبه، انه في مصاري بس انت انه قاعد مع شخص مثلا انه ما فيك بقى نفسيتك من جوا ما رح تكون مرتاحة. شو بيعمل الحب؟ بس قولي لي. ضلك مع الشخص اللي بتحبه. بس هي هي. الفقير بنصير اغنياء سوا. شلون؟ في كتير طرق. بسرقوا؟ لا. وانت؟ باخذ الفقير حسب. حسب شو؟ انا شو؟ ايه حسب انت شو؟ عم اشتغل كذا. ايه. خلص عادي. صرفي عادي. ايه عادي. ما عندك مشكلة. والغني؟ اذا كان حلاوة. لا صارت اغراءات قوية يعني انه. ايه. ممكن حسب. نحن بنقارن يعني اذا كان الفقير عنده مقومات ثانيه يعني المصاري اقوى من الحب. لا لا
لك الحب اكيد اهو هلا انت يعني اذا تشنطتي انت وياه حيضل حب وحيضل لا عليك اذا تشنطتنا لا 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 بلا حب ولا شيء يعني انتوا كيف تعملوا حساباتكم هلا انت قلت لي انت قلت لي فقير بدون حب لا بتحبيه حبه شرط يعني انت بتحبي واحد وامكانياته مو زياده بالظروف الحاليه بدنا واحد غني وبعدين بيجي الحب يا عيني عليك هذا الحكي غير الاقوال انا شو بحب فيكم الصراحه اعطيني هيك بشكل صريح كنا عم نجرب انه نحاول نساعد الشباب وهيك تمام بس ما مش اغنياء سوا بس لا ما تستاهلوا ليك بس دخلت المصاري صرنا ما بنستاهل مصاري بتستاهل يعني ماشي حالها هلا بالوقت الحالي الغني الغني هيك اطابق ايه بس هلا اذا الفقير اهلي موافقين عليه ما في مشكله وانت لا اكيد الغني فورا ليش نقيتي الغني الغني عم لك بالوقت الحالي هذا ما في انه فقير وهيك ما في عيشه هيك يعني ما في اي مقارنه بيناتهم معك فلوس تعال عنا ما معك لا تجي لا وحلو السفر وحلو هاي اما تتعد انت تتزوج واحد فقير وتضلك بنفس البيت لا حلو انك تجدد كل شيء ايه حلو انك تجدد كل شيء اولا ثانيا الحب بصير بعد الزواج او بعد اذا تقدم يعني اما بركي الفقير تغير معي يعني انه بيقولوا اذا فات الفقر من الشباك راح يهرب من الباب وانت بتهربي ورا يا حق ضبع يا رجال يا رجال هلا بهذا الزمن نحن اللي وصلنا له اكيد ان الواحد انه بدور على الحماد المنيحه بحيث انه تكون العيشه منيحه حسب بقى الشب انه اذا كان بيحب من قلبه قد ايش معه مصاري هذا لا بس انه يعني هيك يعني انه حسب انه اذا الشب حبه مثلا ممكن الغني تاخذه اخر شيء يخونه للوحده اي لا المصاري واللي ما معه مصاري حيخونه لا منساعد بعض حيخونه لا والله هو الاثنين اشبه هذا مو كلامي كلام كل البنات اللي طلعوا هي هي مبلغ غني وفقير عملتوا لنا خونه اي والله كلكم هيك مو الكل لا مو الكل حسب مين بتختاري اللي بحبه وعمرينا المصاري ايه وقت الجد شو بتعملي بموضوع المصاري شو بتصير المصاري وما انت ما صارت مصاري بتصير مع الزمان الحب ما راح يصير واحد ما بتحبه ما راح يصير مصاري ما بجيب حب؟ لا بجيب السعادة بس الحب لا ايه سعادة يعني حب بلا بجيب الحب بتجيب الحب هدايا والهيك لا بلا مصاري يمكن تنبسط شوي بس الحب ما راح تلاقي هي الحياة عبارة عن مصاري هدايا اتجاه معاكس هلا انا من ناحيتي خلص مصاري ايوه هي يعني من مبدأ انه ما نضحك على بعض حارتنا ضيقة نعرف بعض خالصة بتعرفي للشي؟ لا ليش عم تقولي بنعرفها؟ لا كلمة وقلنا إمكانياته مو منيحة ممكن إذا تساعدته هيك يصير إمكانياته منيحة بصير مع الأيام بصير معه بصير معه بصير يعطيكم العافية وروح اشربوا عصير الرجال مثل الصندوق المقفول الرجال مثل الصندوق المقفول أي ما بتعرف عنه شيء أبدا هيك رجال يعني خاص انه انا اول مثلا هيك انه اول شهر شهرين ما احلاك اخر شيء ما بعرف شو بيطلع معك نحن صندوق مقفول انتو كلياتكم هيك انتو على البيت محاره لا تسأليني ليش انا اعطيتك سبب لازم تعطيني سبب ما بتعرفي شو الهديه اللي بدها تطلع ايه صح كلهم هيك بنات وشباب